كانوا فيها جوج حالات تحكيميه الحاله التحكيميه الاولى هنا غادي نشوفوا هنايا كانت تمريره في العمق نشوفوا هنا اللاعب ديال فريق الفتح الرباطي والاسقاط ديالهم من اللاعب رقم 23 من فريق اتحاد طنجه هنا الحكم قدر بان كاين هناك تكسير هجوم واعد هنا غادي نشوفوا اللقطه انا بالنسبه لي ما كانش انا كنت نتمنى نحتل الحكم المساعد سي لا, 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 لا مستغفر انه باش يتدخل في الوقت المناسب ويساعد الحكم في التطبيق ديال القانون فهاد فهاد المساله انا بالنسبه لي هنايا غادي نشوفوا هنايا كان العرقلة والاسقاط هنا سيدخل السيد ذاك الرداد اللي غادي ينادي على هنا باش قبل بدل كان هناك السي خالد اي تسديد هو اللي كان كحكم مساعد اول فاد فاد المقابله السي عبد الرزاق المتمني كحكم مساعد ثاني هنا غادي توجه الغرفة ديال الفار وغادي يراجع اللقطه انا بالنسبه لي هنا كذلك غادي يعطيه ولو ان غادي يطول في النقاش انا بالنسبه لي ملي كتكونش هناك ثقه آه انا بالنسبه لي ما كيكونش هناك لانها السي ذاكر عطاه الزاويه ديال الرؤيه اللي خصها تعطى بالنسبه للفرصه الثانيه حال التسجيل هنا كاين العناصر بربعه لان هو الاستحواذ او امكانيه الاستحواذ على الكره الاتجاه ديال المرمى القرب من المرمى وكذلك عدم وجود حواجز او بالنسبه للتموضع ديال المدافعين لان هنا اللاعب انه مجرد غادي ينفرد هنا بحارس المرمى سي عبد المنعم باسلام هنا يطول في النقاش مع السي ذاكر الداد وحاول انه باش يقتنع الشيء اللي غادي يخلي انه تأخذنا بعض الوقت بالنسبه للعمليه لل ديال التشيكين ديال 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 اللقطه التحكيميه وبالتالي انا يمكن ما كانش مقتنع بالقرار ديال الغرفه ديال الفار ولكن بعد نقاش طويل اللي غادي يوصل تقريبا ثلاثه ديال الدقائق او اكثر في المناقشه مع الغرفه ديال الفار غادي يقرر هنايا بالتراجع القرار الاول ديالو اللي هو الانذار وغادي يعوضوا بالورقه الحمراء المباشره على اعتبار بان المدافع ديال اتحاد طنجه كسر فرصه سانحه لتسجيل العناصر الاربعه كلها متوفره في هذه الحاله هنا الحكم انا بالنسبه لي غادي يعطي الاشاره ديال الغاء الورقه الصفراء وكذلك نشد بحراره على يد المدافع ديال اتحاد طنجه على الروح الرياضيه ديالو وكذلك على السلام ديالو على الحكم اللقطه الاخرى وكذلك اللي تدخل فيها الغرفه ديال الفار وهنا رغم القرب ديال السي عبد المنعم باسلام من, من العمليه هنا غادي نشوفوا اللاعب ال... ديال الفريق شينا انه ديال الفريق ديال الاتحاد طنجه وغادي يحاول يوهم الحكم بانه وقع عليه الخطا ولو انه نرتكب خطا باستعمال قوه زائده لان هنا كان خطا جسيم على المنافس هنا غنشوفوا العالم ديال استعملناه انه الركل باستعمال قوه زائده وخطا جسيم هنا غتدخل الغرفه الفار مره ثانيه وغادي من الحكم باش انه يراجع اللقطه وبالتالي انه هنا ما خداش واحد الوقت طويل في المراجعه ديال اللقطه وغادي يعلن على الغاء ديال البطاقه الصفراء الاولى وتعويضها ببطاقه حمراء مباشره للاعب شينا ديال فريق الاتحاد طنجه، انا بالنسبه لي هنا لابد باش نوهو بالاداء ديال الغرفه ديال الفار اللي كان فيها السيده تدخل في مرتين وكذلك الحكم لنا في البدايه ديال المشوار جوج ديال القرارات اللي قررت لي هي مهمه انه احتاج للتدخل ديال الغرفه ديال الفار، هنا دائما ان الفار اصبح عندنا انه قاعده مابقاش انه استثناء انا بالنسبه لي هنا من المسائل المهمه اللي لا بد اننا خصنا ننتبهوا لها وبالنسبه للحكام انهم يتجاوزوا عليها تكون هناك قوة القوه ديال الشخصيه الحضور ديال البديهه ورده الفعل في الارضيه ديال الملعب